وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البرز لأحمد عن إذن ما من جاءه قد كان حملت به أم الأمينة بنت وهب من لا على الإله مكانا عبد المطلب رعى البرهانا الله عليه. قد كان يغبر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصور عيانا الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قسي كان قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ذرى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأهوال ودنا المخاض مع ابن عبد رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله في كل لحظة أبدا عدل قلبي ورضا نفسي وزينة عبدي وبذلك يعافي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام.